السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون توضيح لقطعة، اسم هذه القطعة الكيماندر. هذه القطعة أقدر أستخدمها بربط الماوس والكيبورد على الأجهزة مثل الأكس بوكس 1، الأكس بوكس 360، البي اس 4 والبي اس 3. كل هذه القطع أقدر أنه أربط ماوس وكيبورد سوية عليها. تصور الألعاب اللي تحتاج من عندك دقة بالتصويب، ألعاب السنايبر وغيرها من الألعاب، إذا تلعبها بالماوس أكيد أدائك راح يكون أفضل بالتصويب بالسرعة إذا لعبتها من خلال الجوستيك. طبعا هذه القطعة استخدامها جدا بسيط وهي موجودة بإصدارات مختلفة، مو شرط هذه الشركة، تقدر أنه تستخدم أي شركة. بالنسبة لطريقة استخدامها سهلة جدا. القطعة هذه الواجهة الأمامية عندي مجموعة من الإنارة، وبالنسبة لهذا الجزء هنا أنا أربط ماوس، أربط كيبورد وأربط أداة تحكم أخرى. الجهات الباقية ما عندي أي منافذ. وبالنسبة للجهة الخلفية اللي مثل ما تشوفوه أمامنا، عندي هنا الباور اللي أزود هذه القطعة بالباور من خلال جهاز التحكم اللي عندي، سواء كان البي اس 4 أو البي اس 3، الأكس بوكس 360 أو الأكس بوكس 1. هنا البي سي إذا حبيت أنه أستخدم هذه القطعة على الكمبيوتر، يعني أستخدمها بتوصيل ماوس وكيبورد على الكمبيوتر، وإذا أريد أستخدمها بتوصيلها على البلاي ستيشن 3 أو 4 أو الأكس بوكس 1 الأكس بوكس 360، راح أستخدم هذا المنفذ اللي هو الجيم. طبعا ضبطها موجود شروح على الانترنت تشرح هذه القطعة بشكل مفصل، استخدامها جدا بسيط، بالتالي أدائك راح يكون بالألعاب أفضل باستخدامك الماوس. ومثل ما وضحت موجودة أنواع كثيرة من الماوس تقدر أنه تستخدمها من شركات مختلفة. الدي بي آي حساسية اللي عندها جدا عالية، تقدر تستخدم أي نوع هذه القطعة بكل بساطة. ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو، إن شاء الله كان الفيديو واضح للجميع. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني، وكالعادة في الختام لا يسعني القول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.